توفيق بن زيان طباخ من ولاية مصغانم يبدع بأنامله في النحت على الخضر والفواكه بكل أنواعها مجسدا رسومات تسر الناظرين. هذه بديتها هواية، بديتها في 2013، بديتها في الأعراس، كنت نخدم فيها، كنت أنا نقدمها للعريس والعروسة في آخر كما يقول لك مور العشاء. من دخل عندي هذه كشغل ديرها انيماسيون، من دخل لي فروي دي فوا نخدم لهم دي بانيت بان، دي فوا نصنع لهم بابور، كل خطره واش نخدم لهم. هذا النحت هذا ولا يجلب لي الناس، وكان يعجب وكان يعجبهم بزاف. النقش على الخضر والفواكه هي هواية اكتسبها الطباخ توفيق بن زيان منذ سنوات، أين استطاع أن يفوز بمراتب أولى في مسابقات وطنية بعد مشاركات عدة. درت عن مسابقة في وهران في فندق الميريندية، وعندي درت هنا تاني المسابقة في ولاية مستغانم تاع اليوم العالمي للشيف، وتحصلت على المرتبة الأولى الحمد لله، وما زلنا تاني مسابقات واحد أخرين إن شاء الله ربي يقدرنا ونعطوا نزيدوا البليس إن شاء الله. يبقى توفيق من بين الطباخين الذين أبدعوا في مجالهم وحاولوا جاهدين إضفاء جمالية على أطباقهم بلمسات عصرية.